السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة تانية ابتدائي منهج كونكت بلس 2 ويلكم باك. النهاردة ان شاء الله هنخلص يونت 9 الوحدة التاسعة ليسن 4. الدرس الرابع هناخده النهاردة هو درس خفيف جدا وجميل، والكلام اللي هقوله على السبورة قبل ما ننتقل للكتاب هيكون كله كلام معروف وحاجات سهلة جدا، بس احنا طبعا هنذكرك بيها، والكتاب كمان هيكون كلمات كتيرة ولكن كلها كلمات سهلة. يعني من الاخر فيديو النهاردة فيديو خفيف جدا، بس انت طبعا لازم تشاهد الفيديو ده للآخر، ويا سلام بقى في آخر الفيديو تقولي في الكومنتس أنا من الأبطال اللي شافوا الفيديو ده للآخر. الواجب هينزلك على جروب التليجرام بعد الفيديو مباشرة، طبعا احنا بنتابعك وهمنا مصلحتك، علشان كده في جروب تليجرام، وجروب التليجرام ده أنا بتابعك عليه يوميا، بتواصل معاك يوميا بصوتي، هنزلك واجب والواجب ده كمان هصححهولك، ولو لا قدر الله عندك أي أخطاء أنا بصلحها لك على طول، وكمان أي جزئية أنت عايز إعادة شرحها أنا بشرحها لك على طول. وطبعا جروب التليجرام ده جروب مجاني، والاشتراك في القناة اشتراك مجاني، يعني مش هتخسر حاجة لما تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل. الانتساب بقى للقناة هو اللي مش مجاني، ودي حاجة بترجع لك، يعني الانتساب ده علشان تاخد مزايا حصرية، حاجات كده مثلا زي انك تشوف بس مباشر حصري ليك، انك تشوف الكواليس. على فكرة الفيديوهات بيبقى فيها كواليس كتير وتقطيعات كتير، وكمان انك تشوف الفيديو قبل مدة عرضه، انك مثلا انا وانت نقعد ندردش مع بعض ونقعد نتكلم مع بعض ونتواصل مع بعض في اي جزئية. يعني ده كله لمزايا الانتساب، ودي الوحيدة اللي بفلوس. الاشتراك مجاني وجروب التليجرام مجاني، وانضمامك ليهم بجد حاجة تفرحني وتسعدني كتير جدا. ودلوقتي بقى نحس ان احنا اتكلمنا كتير، يلا بينا ندخل فيديو النهاردة علشان نخلص يونت 9. اخدنا في الفيديو اللي فات have to، وقلنا ان have to معناها لازم، ولما اقولك I have to يعني انا لازم، you انت، you have to انت لازم، we have to نحن لازم، I have to يعني انا لازم. طب انا لازم ايه؟ كمل بفعل في المصدر بدون اضافات، I have to go انا لازم امشي، I have to read انا لازم اقرا، I have to be لازم اكون، I have to write انا لازم اكتب، I have to study اذاكر، I have to study انا لازم اذاكر. تمام، يبقى بعد have to بيجي فعل في المصدر. حلو الكلام، have to معناها لازم، لازم امتى؟ لازم دلوقتي في المضارع، انا لازم دلوقتي اذاكر، لازم اقرا، لازم اكتب، لازم اذهب دلوقتي، لان انا بقول have to. طب انا عاوز اقول كان لازم، امبارح انا كان لازم، نقول had to، الماضي من have had، يبقى had to معناها كان لازم، had to معناها كان لازم. ودي بستخدمها في الماضي لما اشوف كلمه yesterday بالامس، ولما اشوف last week الاسبوع الماضي، ماضي، يبقى استخدم had to، استخدم had to. لما اقول لك yesterday امبارح، I had to get up early. بص للجملة، yesterday بالامس، I انا had to، انا كان لازم، ما تقولش لازم، انا كان لازم، انا كان لازم get، برضو بيجي بعد had to فعل في المصدر، get up استيقظ early مبكرا، yesterday I had to get up early امبارح انا كان لازم اصحى بدري. طب انا لو قلت have to مع yesterday غلط، انت بتستخدم have to اللي هي لازم دلوقتي مع today اليوم، النهارده مضارع، قول have to، today I have to go to school النهارده انا لازم اروح المدرسه، yesterday بالامس I had to go to school. يبقى have to لازم دلوقتي، وبالمناسبة have to ما بتجيش مع he وshe وit والاسم المفرد، he وshe وit وأي اسم مفرد من أصحاب الاس ما ياخدوش have، بياخدوا has، ونقول has to. بس اللي عليك دلوقتي have to و had to، have to مع I we و you و they وأي اسم جمع، I have to
You have to. We have to. نحن لازم. They هم. They have to. هم لازم. وده في المضارع. Had to بتاعت الماضي بقى بتيجي مع الكل. مع I, we, you, they, he, she, it. Had to. كان لازم. ودي بستخدمها مع yesterday ومع last week. طيب انت لما تقول have to قلنا معناها لازم دلوقتي. Have to. طب انا لو نفيتها وقلت don't have to. Don't have to يعني مش لازم. بسيطة جدا. Have to لازم. Don't have to مش لازم. هو انت ماشي لو عملتها تمام بس مش لازم تعملها. مش لازم يعني مثلا انك تصحى بدري يوم الاجازة مثلا. مثلا مع ان المفروض انت بتصحى بدري كل يوم زي حالاتي كده. انا على فكرة الفيديو ده انا صحيت وبصوره الساعة 5 الصبح فانا متعود ان انا اصحى بدري. المهم انت مش لازم تصحى بدري يوم الاجازة مثلا. فاقولها لك ازاي؟ مش هقولك انت ممنوع تصحى بدري يوم الاجازه. ممنوع يعني لو صحيت بدري اقولك نعم يلا الاجازه ازاي تصحى نعم. لا طبعا انا هقولك انت مش لازم. You don't have to. انت مش لازم. You don't have to. اهي نمسح كده الكلام ده واقولك كده. You انت. You انت don't have to. يعني انت مش لازم. علشان نقولها بقى من باللغة الفصحى واللغة العربية هنقول ليس من الضروري. You don't have to. ليس من الضروري. بس مش لازم دي بينه وبينك عشان نفهم الدرس. انت مش لازم. You don't have to. انت مش لازم. Get برضو فعل في المصدر اكيد يعني get up early. You don't have to get up early. انت مش لازم get up تصحى early بدري on Friday يوم الجمعة. على اساس ان الفرايداي هو الويكند فانت مش لازم تصحى بدري. نام براحتك. You don't have to get up early. انت مش لازم تصحى بدري on Friday. Don't have to. مش لازم. عندك مثلا قميص فانت مش لازم تشتري كمان قميص. You don't have to. انت مش لازم buy تشتري another shirt قميص اخر. باختصار شديد have to لازم في المضارع. Don't have to مش لازم في المضارع. Had to كان لازم في الماضي وبتيجي مع yesterday ومع last week الأسبوع الماضي. ممكن انت تستخدم have to في السؤال وتحط do في الأول وتقول do I have to يعني هل أنا لازم. بص للسؤال. do في الأول يعني هل. خليك معايا حبيبي كلمة كلمة. do في الأول يعني هل. do I هل أنا. أنا لسه ما أعرفش لازم أعمل الكلام ده ولا مش لازم فما أعرفش فبسأل حد كبير وبقول له do I. خلي بالك do يعني هل. do I هل أنا. have to لازم. do I have to سهل جدا وكمل بقى عادي. do I have to هل انا لازم. وطبعا have to بيجي بعدها فعل في المصدر بدون اضافات. شوف الفعل ده turn off يعني يطفي. do I have to هل انا لازم turn off اطفي مثلا the lights الانوار. هو انا لازم اطفي النور مثلا قبل ما انام. do I have to turn off the lights هو انا لازم اطفي الانوار. طبعا في question mark في علامة استفهام عشان بسأل هل انا. do I have to لازم turn off اطفي turn off هناخدها في الكلمات turn off يطفي the lights الانوار. طبعا السؤال بي do فالاجابه بي yes او no. yes او no لان السؤال بهل. فلما تشوف كده do او هل عموما في اول الجمله بتجاوب بي yes او no. وطبعا to save energy علشان نوفر الطاقة هقول لك yes. لازم تطفي الأنوار قبل ما تنام to save energy علشان توفر الطاقة. فهقول لك كده yes أيوة. الإجابة بقى بتاعتي أنا yes أيوة. مين اللي هيطفي أنت؟ فهقول لك yes you do. Yes you do. Yes you do. أيوة أنت لازم تطفي الأنوار. Yes you do. طب ليه ما أقولش yes you are ولا yes you were ولا yes you have. ما أنا سألت بdo. Do I هل أنا. فلما تجاوب جاوب بdo برضو. Yes you do. وI في السؤال بتبقى you في الإجابة. Yes you do. أيوة أنت لازم. أيوة أنت لازم تطفي الأنوار قبل ما تنام. يبقى أنت بتسأل بتقول do I have to
هل انا لازم turn off اطفي the lights الانوار؟ فاقول لك yes you do، ايوه لازم تطفي الانوار. طب انا بقول لك انت لازم تروح المدرسه وما تغيبش عشان المدرسه هتعلمك حاجات جميله جدا، فانت هتقول لي طيب جات الويكند هو لازم اروح المدرسه في الويكند؟ دو اي، هل انا، بص للسؤال بقى، دو اي، هل انا هاف تو، لازم، هو انا لازم، هيجي طبعا بعد هاف تو فعل في المصدر، دو اي هاف تو جو، هو انا لازم اذهب تو سكول، الى المدرسه، دو اي هاف تو جو تو سكول، هو انا لازم اروح المدرسه اون ذا ويكند، في العطله الاسبوعيه. ها شطار، لازم ولا مش لازم في العطله الاسبوعيه كده، يوم الاجازه الاسبوعيه اون فرايداي، يوم الجمعه نروح المدرسه؟ لازم نروح ولا عادي مش لازم؟ لا مش لازم نروح. Do I have to go to school on the weekend؟ فأقول لك no، لا no، لا خالص no، أدي كما بعد no، I في السؤال هتتحول ل you في الإجابة، no you، طب no you weren't؟ لا، طب no you haven't؟ لا، طب no you aren't؟ لا، أنت سألت بإيه؟ سألت بdo، يبقى no you don't، سألت بdo، No you don't. No you don't. لا مش لازم تروح المدرسة on the weekend، في العطلة الأسبوعية. Do I have to go to school on the weekend? No you don't. لا مش لازم تروح المدرسة في العطلة الأسبوعية، نام براحتك. يبقى do I have to، هل أنا لازم؟ طب لو حطيت قبلها what، يعني لو قلت كده what، what يعني ماذا؟ What do I have to، يعني ماذا انا لازم، طب ماذا انا لازم ايه ان افعل، هو انا لازم اعمل ايه، هو انا لازم افعل ايه، حط مثلا فعل في المصدر اللي هو دو، يفعل. ايه السؤال ده؟ تعال نقرا السؤال ده مع بعض. وات، وات ماذا، دو ده فعل مساعد ملوش معنى، وات دو اي هاف تو دو، ماذا يجب ان افعل، ماذا يجب ان افعل، اسمه كده What do I have to do؟ What do I have to do؟ What do، ماذا، I have، يجب علي، to do أن أفعل. What do I have to do؟ 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 ماذا يجب أن أفعل؟ يعني أنا مثلاً بسأل واحد صديقي وبقول له والله إحنا عاوزين يعني نعمل إيه لمصر، مصر الجميلة، مصر دولتنا دي. What do I have to do؟ ماذا يجب أن أفعل لمصر؟ What do I have to do؟ What do I have to do؟ فصديقي قال لي you، أنت، have to، أنت لازم، لمصر بقى حبيبتنا دي، you have to keep your country، دولتك، you have to keep your country، يجب أن تحافظ على دولتك clean، نظيفة، فاكر keep نقط clean، يحافظ على حاجة نظيفة، you have to keep your country clean، يجب أن تحافظ على دولتك نظيفة، you have to keep your country clean. يبقى أنا سألت وقلت what do I have to do، ماذا يجب أن أفعل، فصديقي قال لي you have to keep your country clean، يجب أن تحافظ على دولتك نظيفة. خمسة كده present simple قبل ما ننتقل للكتاب. present simple المضارع البسيط اللي هو أصحاب الاس، اللي هو بنضيف اس للفعل امتى؟ مع هي وشي وات وأي اسم مفرد. بص يا حبيبي من الآخر، من الآخر، لما تيجي تتكلم كلام عموما، يعني تقول مثلا أنا بحب الإنجليزي، أنا بصحى بدري، عموما يعني في العموم، أنا بصحى بدري، أنا بحب الإنجليزي، أنا ما بحبش آكل قلقاس مثلا، تتكلم كلام عموما بتستخدم المضارع البسيط، أوكي؟ طيب إيه هو المضارع البسيط؟ إنك هتقول I like، أنا أحب. طب لما تتكلم على أخوك هتقول he like برضو؟ لا، تقول he likes، تقول هو بيصحى بدري، he gets up early. طب ليه هنا مع أخوك قلت he gets؟ علشان الفعل يجي مع هي. الفعل يا حبيبي لما يبقى الفاعل بتاعه هي وشي وات وأي اسم مفرد بتضيف للفعل اس. طب لما الفاعل يكون I أنا أو we نحن أو you أنت أو أنت أو أنتم أو they هم أو أي اسم جمع، حط الفعل في التصريف الأول زي ما هو، قول like، go، do، play، see، eat، run، بدون أي إضافات، حطه كده في التصريف الأول بدون S، like، run،
سي وهكذا. طب افرض بقى الفاعل هي وشي وات واي اسم مفرد اللي انا بسميهم اصحاب الاسم، احنا شرحنا البريزنت سيمبل كتير جدا. لو الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد ضيف للفعل اس، ما تقولش لايك قول لايكس، ما تقولش ران قول رانز، ما تقولش سي قول سيز. حلو الكلام، كلام سهل جدا جدا جدا. احنا هنضيف للفعل في اخره اس مع هي وشي وات واي اسم مفرد. خلاص كده بقى ننتقل للكتاب. طب استنى بس، استنى في حاجه صغيره وبعدين ننتقل للكتاب علشان الناس اللي مستعجله. الفعل لو اخره واي نتصرف فيه ازاي؟ ايه نتصرف فيه ازاي؟ هنضيف له اس يعني، ما انت عارف بلاي وبلايز صح؟ تمام، بلاي بلاي هيبقى بلايز صح جدا. تمام فعلا بلاي اي بلاي، لكن مع اصحاب الاس هنقول هي وشي وات، هنقول بلايز وضفنا اس. طب ايه المشكله يعني؟ المشكله بقى ان الفعل مثلا تراي يحاول، عارف تراي ده يحاول ده مع اصحاب الاس هيبقى بالمنظر ده كده tries. ايه ده ازاي يعني؟ ما طب ليه مش قلنا TRYS زي PLAYS؟ ايه الفكره او ايه الاختلاف؟ هقول لك انا الاختلاف. لو انت بصيت يا حبيبي على الفعل play، هو فعلا اخره واي، بس قبل الواي حرف الA، وحرف الA حرف متحرك vowel. الحروف المتحركه A E I O U هم A E I O U، خمس حروف متحركة. لما يجي حرف منهم قبل الواي، يعني قبل الواي على طول يجي حرف متحرك، ما تعملش حاجة خالص، ضيف اس عادي. تمام play plays. طب لو ما جوش، لو جي بقى حرف ساكن، هما 21 حرف كتير جدا، يعني الواي جي قبله الار والار مش متحرك، الار ده consonant حرف ساكن، في الحالة دي هضطر اقول لحرف الواي انا اسف جدا انا مضطر احولك لاي، انا مضطر احولك، مضطر احولك لاي. وكمان مش هنضيف اس، ده احنا هنضيف اي اس، اي اس نشيل الواي خالص ونحط مكانها اي ونضيف كمان اي اس. تراي tries. امتى اقول try؟ قول try مع I, we, you, they. قول tries مع اصحاب الاس هي وشي وات واس مفرد. قول cry يبكي مع I, we, you, they. قول cries مع هي وشي وات والاسم المفرد. وcries هتبقى سي ار ومشي الواي وحط مكانها اي واي اس، لان قبل الواي ساكن اللي هو حرف الار. وطبعا الحاجات دي كلها هنتكلم عليها حالا في جزء الكتاب. يلا بينا ننتقل الى الكتاب. الكلمات بقى اللي موجوده في يونت 9 الوحده 9 ليسن 4 الدرس الرابع. اول حاجه نوفر المياه، يعني سيف ووتر، سيف ووتر، سيف ووتر. يبقى سيف يعني نوفر، زي بالظبط ما اقول لك الكلمه اللي بعدها سيف انرجي يعني نوفر الطاقه، سيف انرجي. مثلا زي ما نطفي الانوار عند عدم الحاجه، انا ايد النور ليه وانا مش في المكان مثلا، لا اطفي النور ليه؟ تو سيف انرجي، علشان اوفر الطاقه. طيب انا ما بستخدمش الميه، طب اقفل الحنفيه ليه؟ تو سيف ووتر. وهناخد دلوقتي يعني ايه اقفل الحنفيه. نحافظ على بلدنا، المفروض نقول نظيفة، يعني المفروض الكلمة تبقى كاملة، نحافظ على بلدنا نظيفة، يعني keep our country clean، keep our country clean، نحافظ على بلدنا نظيفة، keep our country clean. زي ما قلناها في مثال على السبورة keep your country clean. يأخذ حمام اسمها كده have a bath، have a bath، have a bath، have a bath. طب يأخذ دش اسمها have a shower، have a shower، have a shower. يمشي إلى المدرسة walk to school، walk to school. يسوق للمدرسة يعني راح بقى بعربية drive to school، drive to school، drive to school. يضيء أو يفتح اسمها turn on. تمام، ما ينفعش تقول open، ما ينفعش تقول open the water، تفتح المية تقول open the water، لانك مش هتمسك المية وتفتحها حرفيا، انت بتفتح كتاب وبتفتح باب، لكن ازاي تجيب مية وتفتحها؟ لا احنا بنقول turn on يعني تفتح او تشغل، هنا بقى مع المية والكهرباء والتلفزيون والاجهزة نقول turn on يفتح، ونقول turn off يطفي اللي هي OFF. فهنقول turn lights on يعني يضيء الانوار،
turn lights on. طب ممكن نقولها turn on lights او ممكن تقولها turn on lights على فكرة. يعني ممكن تجيب lights مكان on و on مكان lights. زي ما هناخد دلوقتي turn on the water. طيب يطفي النور اسمها turn lights off. يبقى off و on. on تشغل off تطفي. turn lights off. turn lights off. يعني تطفي الانوار. turn lights off. طب ممكن اقولها turn off lights او turn off the lights. اه ممكن تقولها turn off the lights. يعني يطفي الانوار. طب يفتح المية. يعني اقصد الحنفية يعني. turn on the water. turn on the water. طب ممكن اقولها turn the water on. اه. طب يقفل الحنفية ويغلق المياه. turn off the water. طب انا turn off the water بغلق المياه ليه؟ طبعا هنا ارجع هنا بقى to save water علشان اوفر المياه. طب انا هنا turn lights off بطفي الانوار ليه؟ طبعا to save energy علشان اوفر الطاقة. طيب يعتني بي نيجي هنا كده يعتني بي look after. look after طبعا look ينظر وافتر بعد ما لهمش علاقة ببعض خالص ولا معناهم يعتني بي بس هو كده الإيديومز كده لما تحط look جنب after معناها يعتني بي. زي ما اقول لك مثلا ان my mother امي looks after me بتعتني بي يبقى look after يعني يعتني بي. يرمي الزجاجات يعني throw bottles. throw bottles. طب يعيد تدوير الزجاجات recycle bottles. لا الازازة انا ممكن استخدمها في حاجة كمان. تمام بدل ما ارميها ممكن استخدمها. يبقى انا كده بعمل لها عملية recycling. recycle bottles يعيد تدوير الزجاجات recycle bottles. فارغ empty. empty واخد بالك ما قلتش ال p empty. empty يعيد تدوير البلاستيك. احنا قلنا recycle bottles يعيد تدوير الزجاجات. طب يعيد تدوير البلاستيك recycle plastic. recycle plastic. قول recycle مثلا يعيد تدوير الورق هتبقى recycle paper. recycle paper يبقى recycle plastic يعيد تدوير البلاستيك. طب سلة المهملات اسمها recycling bin. recycling bin. recycling bin. سلة المهملات يعني recycling bin. هنيجي بعد كده عندك جيد لي يعني good for. good for. good for أو مفيد لي. good for milk. اللبن is good for you طبعا جيد لك. البيئة اسمها environment. 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 البيئة environment. ينظف الحديقة clean the garden. clean the garden. clean the garden يعني ينظف الحديقة. سلة القمامة اسمها trash can. trash can. يلتقط القمامة اسمها pick up trash. pick up يعني يلتقط trash اللي هي القمامة pick up trash. pick up trash. والقمامة اسمها litter. 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 نعمل سويا work together. work together. work together. عطلة نهاية الأسبوع اسمها weekend. weekend. الأجازة اسمها holiday. 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 بعد كده عندك ماذا أيضا أو وماذا أيضا what else. what else أقول لك والله I have to get up early أنا لازم أصحى بدري ماشي. what else وماذا أيضا I have to eat مثلا a healthy breakfast لازم أفطر فطار صحي تمام. what else وماذا أيضا I have to go to school on time أنا لازم أروح المدرسة on time في الوقت المحدد. يبقى what else يعني وماذا أيضا. أيام الدراسة اسمها school days. school days وبالمناسبة بتاخد حرف الجر on. on school days في أيام الدراسة. ينهض أو يستيقظ get up. get up. get up ولا get up early يعني يستيقظ مبكرا أهي مبكرا أهي early. early. early مبكرا early. الأفضل the best أقول لك I like English best يعني أحب الإنجليزي أفضل حاجة. The best يعني الأفضل وأقول لك You are the best student أنت أفضل طالب. The best. the best. مريض ill. 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 مريض يعني ill. النسيج اسمه weaving. weaving. weaving يعني عارف لو شفت ING في الآخر أنت ممكن ما تقولش G يعني تزود الN سنة كده وخلاص. weaving. 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 طب الفعل ينسج اسمه ويف. طب ينسج سجاد. سجاد يعني كاربتس. ويف كاربتس يعني ينسج سجاد. ويف كاربتس. ويف كاربتس. ويف كاربتس. ويف كاربتس ده ويف ده فعل
وكاربتس السجاد ويف كاربتس. طيب القماش اسمه كلوث. طيب تتصنع، خلي بالك تتصنع او تصنع او تتعمل are made are، بس طبعا اقصد حاجة جمع. تمام يعني اقول carpets are made. يعني ايه carpets are made؟ carpets are made يعني السجاد بيتعمل او يصنع. طب ينفع اقول carpet؟ هو ينفع تجيب are للمفرد؟ طبعا ما ينفعش، ما تقولش carpet are made، لازم تجيب فعل جمع are made. are made يعني تتصنع او تتعمل. تقليد مهم important tradition. يعني ايه تقليد اصلا؟ تقليد دي يعني حاجة احنا متعودين عليها واجدادنا كانت بتعملها، اسمها كده tradition. طب التقاليد المهمة بتاعتنا اللي هي important traditions ومفردها important tradition. important tradition ان احنا مثلا نزور بعض في المناسبات، ده important tradition يعني تقليد مهم important tradition. انماط مختلفة يعني في مثلا الحاجة البلين السادة والحاجة السبادي المنقطة والحاجة التشيك المربعة الكروهات، انماط مختلفة different patterns. غالبا often I often get up early، انا غالبا بصحى بدري، غالبا يعني often. طيب يصمم او تصميم design، ما تنطقش الجي وقول الاس ز، design يصمم او تصميم design. هنا بقى الافعال اللي اخرها واي بس قبل الواي حرف ساكن، فاكر قلنا هنعمل فيها ايه؟ ها قلنا هنعمل فيها ايه؟ قلنا هنحول الواي لاي ونضيف اي اس لما تيجي مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد. يعني فلاي يطير، الواي قبله ال والال ساكن، فخلينا الواي اي وضفنا اي اس وقلنا فلايز. امتى اقول فلاي وامتى اقول فلايز؟ مهمه قوي. تقول فلاي مع اي وي ويو ذي واي اسم جمع. طب تقول فلايز لما الفاعل يبقى هي وشي وات واي اسم مفرد. طيب يبكي كراي، اي وقبله ساكن علشان كده مع هي وشي وات هيبقى كرايز. يحاول تراي، واي وقبله ساكن، لما يجي الفعل مع اصحاب الاس هيبقى ترايز، هنخلي الواي اي ونضيف اي اس. يجفف دراي، طيب مع اصحاب الاس هيبقى درايز. يقلي فراي، طيب مع اصحاب الاس هي وشي وات والاسم المفرد هيبقى اسمه فرايز. بعد كده بجد يعني هارد، اقول لك ورك هارد يعمل بجد، ستادي هارد يذاكر بجد. والشعر اسمه هير. والبطاطس اسمها potatoes. هنا بقى هاني بيكلم مامته، فهاني بيقول لماما this bottle is empty، الازازه دي فاضيه يا ماما. فماما بتقول له put it، ضعها in the recycling bin، في سله اعاده التدوير. فبيقول لها do في الاول يعني هل، do we، هل نحن، have to لازم، do we have to recycle plastic، هو احنا يا ماما لازم نعيد تدوير البلاستيك؟ قالت له yes، ايوه it's good for، هو جيد لإعادة تدوير البلاستيك دي، good for the environment، جيدة للبيئة. قال لها what else، وماذا أيضا، فاكرها what else do we have to do، زي what do I have to do، وماذا أيضا يجب أن نفعله. فماما قالت له كمان we have to clean the garden، ونحن have to لازم clean ننظف فعل في المصدر the garden الحديقة. فهاني قال اوكي تمام I can do that، انا استطيع ان افعل ذلك. فماما بتقول له we have to، وكمان we have to، احنا لازم pick up، نلتقط the trash، القمامة، نشيل القمامة من على الارض. فهاني بيقول لها do we have to put، do يعني هل، do we هل نحن، have to لازم، do we have to put هل نحن لازم نضع the trash القمامة in the trash can في سلة القمامة. فماما قالت له yes we do، أيوة لازم نضع القمامة في التراش كان في سلة القمامة. كده احنا خلصنا الفيديو. طبعا صفحة 99 دي الصفحة اللي احنا شرحناها على السبورة اللي بتقول لك have to لازم، وماضيها had to، ونفيها مش لازم don't have to، وبيجي بعدهم فعل في المصدر. وبعد كده بكلمك ان احنا لو الفاعل I أو we أو they أو أي اسم جمع أو you ما بنضيفش اس للفعل، بنقول like go brush watch fly cry
عشان جه مع اسم جمع. لكن لو الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد بنضيف للفعل اس لايكس، ولو اخره او نضيف اي اس، ولو اخره اس اتش نضيف اي اس، ولو اخره سي اتش نضيف اي اس، جوز برشز واتشز، طالما الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد، ولو اخر الفعل واي وقبل الواي حرف ساكن بنخلي الواي اي ونضيف اي اس. بعد كده هينزلك الواجب على جروب التليجرام، هيبقى واجب سهل جدا. عندك سؤال توصيل، عندك سؤال بنحط have to لازم وdon't have to مش لازم، بتشوف الجملة دي لازم نعملها ولا مش لازم نعملها عادي. بعد كده بتحط الحروف الناقصة، بعد كده بتختار طيب fry ولا fries على حسب الفاعل. لما يبقى أصحاب الاس هي وشي وات وأي اسم مفرد نضيف الفعل اللي فيه اس. بعد كده عندك قطعة هتقراها وتحلها، وبعد كده عندك توصيل توصل كل سؤال بإجابته، وبعد كده بتقرأ الجملة وتشوف نختار yes you do ولا no you don't. يعني واحد بيقول do I have to turn off the lights، هو أنا لازم أطفي الأنوار؟ آه لازم تطفي الأنوار ولا لا عادي مش لازم تطفيها؟ تمام، فهتشوف انت هتختار ايه. بعد كده بقى عندك سؤال اللي هو reorder إعادة الترتيب. على فكرة كل الجمل جمل سهلة وقلناها في الدرس. بعد كده سؤال البوكس، انت هتشيل من الكلمات دي وتحط في الصندوق ده، وبعد كده هتحط بقى have to لازم ولا don't have to مش لازم، ولا had to اللي هي الماضي كان لازم. تقرأ الجمل وتشوف هتحط ايه في النقط. ده بقى عندنا تيست على يونت 9، لان يونت 9 خلصت وكمان الفيديو دلوقتي خلص. thank you for watching، شكرا للمشاهدة، سعيد جدا انك كملت الفيديو للاخر، هتوحشني كتير جدا لغاية الفيديو الجاي، و goodbye، مع السلامة.